السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا مجموعة من الأخبار الهامة التي تم ذكرها على وسائل الإعلام التركية. إذا كنت مهتم بهذا الأمر تابع الفيديو للنهاية. بسم الله. جمعية دينيس فينري التركية وضمن مشروع بناء 10,000 مسكن حجري في إدلب، تم إكمال بناء 900 مسكن وبدأ انتقال العوائل من المخيمات الذين كانوا يعانون من ظروف معيشية صعبة جدا في فصل الشتاء ونقص الخدمات. وأيضا مدينة أثرية تحت الأرض في ولاية أكستراي تتكون من 8 طوابق وأربعين غرفة، يعود بناؤها حسب خبراء من 4,000 إلى 8,000 سنة قبل الميلاد، وسيكون لهذه المدينة أهمية كبيرة في السياحة في الأيام القادمة. وأيضا والي طرابزون السيد إسماعيل أوستاوغلو يقول أننا قلقون من تزايد الإصابات في الأيام الثلاثة الماضية، وتقع المسؤولية على عاتق الجميع، مشددا على أهمية اتخاذ التدابير من أجل خفض الإصابات. وأيضا قال والي قيصري أن الإصابات في الولاية زادت بمقدار 80 في الفترة الأخيرة، ويجب علينا إيقاف ذلك. وأضاف لا نريد النزول إلى الشوارع ما لم يكن ذلك ضروريا. وأيضا منذ 106 أعوام يصادف تاريخ غدا الخميس 18 من آذار ذكرى معركة شنقلعة التاريخية التي انتهت بانتصار الجيش العثماني على قوات التحالف بقيادة الإمبراطورية البريطانية، حيث قتل من جانب التحالف ما يقارب 300,000 جندي، واستشهد من الجانب العثماني ما يقارب 250,000 جندي يوم ركع العثمانيون أوروبا. وأيضا ما تزال فرق الخوذ البيضاء تعمل حتى صباح اليوم، ومنذ أكثر من 36 ساعة لإخراج الطفل حسن الزعلان الذي سقط في بئر بلدة كفر روحين شمال إدلب عبر الحفر بجانب البئر للوصول إليه، وتواجه الفرق صعوبات بسبب قساوة الأرض وعمق الكبير الذي علق به الطفل. حسبي الله ونعم الوكيل، إن شاء الله يخرج بالسلامة. وأيضا ارتفعت نسبة الإصابات في ولاية كليس من 136 أو 163 فاصل 17 إلى 255.62 لكل 100,000 شخص، وتم زيادة الإجراءات المتخذة للتدابير ونفذت عمليات تفتيش في الولاية بمشاركة 1040 عنصرا. وأيضا الشرطة التركية تضبط 16 كيلو و600 غرام مخدرات مخبأة في حقيبة، وتعتقل 5 أجانب في منطقة أسنيورت التابعة لولاية أسطنبول. وأيضا أعلن رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش إتمام علاجه من فيروس كورونا وشفائه منه في مشفى المدينة الطبية في العاصمة أنقرة، دعنا الله أن يشفى جميع مرضانا وأن يحفظ الأمة والإنسانية من الأمراض والكوارث. وأيضا انتقدت النائب السابق لحزب الجمهوري بنار خطاب الكراهية لسياسي حزب الشعب الجمهوري ورؤساء البلدية الذي يستهدف اللاجئين، وقالت موقف حزب الشعب الجمهوري تجاه اللاجئين السوريين لا يتناسب مع حزب يدعى أنه ديمقراطي واجتماعي. وأيضا أصيب 21 من أصل 25 شخص بفيروس كورونا بسبب تناولهم الطعام في مجلس عزاء في ولاية سامسون، وقد ازدادت الإصابات في الولاية بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وأخيرا واتساب يعلن أن التحديثات الجديدة لن تصل إلى أنظمة التشغيل 9 iOS الخاصة بهواتف آيفون، وسيتوقف قريبا عن العمل في هذه الأجهزة. طبعا هذا أهم ما تم ذكره على وسائل الإعلام التركية لهذا اليوم، وإذا عندك أي سؤال أو استفسار بخصوص أي موضوع حطنا بالتعليقات، وإن شاء الله سوف نقوم برد عليكم بأقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.